أنو ارسم لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أنو الرسام. نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة، هل هذا ممكن؟ أنو الرسام. ابدأ على مهل، إنه شيء سهل، بقلم وورقة هذا هو الحل. أنو الرسام. ارحم ارسم لي منارة. البحر الواسع يمتد يمتد يمتد. مرحبا أنو. مرحبا يوكو. مرحبا يا أصدقاء. الذهاب في رحلة بحرية أمر ممتع جدا. انتبه يا أرنو، هناك صخرة، أنت تتجه نحو الصخور. لا أرى شيئا. أمامك، افعل شيئا يا أرنو. احذر. آخر فلن يتمكن من رؤية الصخور. أنت على حق يا أرنو، ماذا سنفعل؟ علينا أن نحذر المراكب ونرشدها إلى الطريق. أرنو، لا يمكننا أن نظل هنا طول الوقت لنرشد المراكب ونحذرها. هناك طرائق أخرى لإرشاد المراكب. لا تذهبي، سأعود. لدي فكرة، إذا نقلت الصخور من هنا فلن يكون هناك داع للقلق. ألست ذكية؟ نفسك يوكو، فالحل عندي. سأرسم الآن منارة. هيا. منارة؟ هل هي لذيذة؟ لا يوكو، إنها ليست طعاما. المنارة برج على قمته أضواء تهتدي بها السفن يوكو. يبي. لكن كيف هو شكلها؟ سترين. لكي أرسم منارة أبدأ برسم برج عال ومدور. أيمكنني عمل ذلك؟ أرجو. بالتأكيد، لكن يجب أن تكون قاعدة البرج أكبر من قمته، لذا أرسمي خطين متقاربين في الأعلى. حسنا، سأبدأ الآن. هكذا ثم هكذا. انتهي. رائع. ثم نرسم شبه منحرف في أعلى البرج وهو مستطيل فيه ضلعان غير متوازيين. أحسنت يوكو، لقد رسمت الشرفة، حتى نستطيع أن نقف أعلى البرج. والآن سأرسم أهم شيء في المنارة وهو الضوء، مستطيل كبير وأقسمه نصفين. بعدها أرسم خطوطا عمودية صغيرة في المستطيل العلوي، وفي الأعلى أرسم مثلثا في قمته دائرة ليشكل القمة. مثل هذا؟ أحسنت يوكو. والآن سوف أرسم نوافذ صغيرة مربعة، ثم الباب على شكل مستطيل ذي ضلع مقوس، ثم القبضة. والآن كل ما بقي علينا هو أن نلونها. ببعض الخطوط الحمراء والبيضاء يمكن أن ترى من البحر، وإذا لوننا سطحها باللون الأحمر أيضا فسترى من مكان بعيد. ألا تبدو رائعة؟ هيا يوكو، سوف نشغلها. المنارة.
لقد نجحنا، فقد ابتعد القارب عن السفول. أحسنت صنعا أرنو، أحسنت صنعا ياكو. أرنو، أيمكنني الحصول على منارة؟ بالتأكيد ياكو. حتى ترسم منارة تبدأ برسم البرج بخطين مائلين متقاربين بعضهما من بعض، ثم ترسم شبه منحرف مثل المستطيل لكنه ذو ضلعين مائلين، وفي الأعلى الجزء الأهم في المنارة وهو الضوء. ترسم مستطيلا ثم تقسمه إلى نصفين بخط أفقي، وفي المستطيل العلوي ترسم خطوطا صغيرة تشكل الضوء الذي سيهدي المراكب، ومن أجل السطح ترسم مثلثا ذا قمة مدورة هكذا. والآن بقي عليك أن ترسم الباب مع القبضة وبعد ذلك النوافذ، ثم اختر ألوانك المفضلة. هي أرنو، انظر إلى منارتي الجميلة. أشعل الأضواء ياكو. أمر رائع. والآن إذا أردتم أن ترسموا منارة فافعلوا. إلى اللقاء يا أصدقاء.